بين القانون والديانة والإنسانية، الضحية صغير يدعى شنودة يبلغ من العمر 5 أعوام، خسر أسرته منذ عام، أب وأم حرما من الإنجاب ووجدا في شنودة حياة جديدة. شنودة طفل تبنته أسرة مسيحية بعدما وجدته حديث الولادة في كنيسة، عاش معهما كأسرة محبة ل4 سنوات، يناديهما بابا وماما. الأمور ظلت طبيعية حتى وبحسب والدة شنودة خشيت إحدى أقارب الأسرة حصول الطفل على الجزء الأكبر من الميراث، فقررت الوشاية وإبلاغ الشرطة. لكن ماذا أخبرت الشرطة؟ البلاغ أن الطفل اختطفه فاروق فوزي والد شنودة بالتبني، واستغلت القانون الذي يقول إن أي طفل مجهول النسب هو مسلم بالتبعية، لذا تم إبعاد الطفل عن أسرته وإيداعه دار رعاية. تحول من شنودة المسيحي إلى يوسف المسلم. على مواقع التواصل ينادي المستخدمون بتغيير القانون مراعاة للإنسانية ونفسية الطفل التي تضررت بحسب السيدة أمال والدته بالتبني بسبب إبعاده عنها. لكن قرار المحكمة الأخير جاء كطعنة جديدة في قلب الأبوين. المستقبل مبهم، وحتى يتغير القانون سيبقى شنودة في دار رعاية وسيضطر أهله لحذف 4 سنوات من ذاكرتيهما.